فخرة. أستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يا أستاذ أحمد مساء الفل. كن بخير. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ تمام والله الحمد لله. يمكن بتفائل بوجودك معايا قبل البطولات الكبيرة وقبل الماتشات النهائية، فخليني أسألك، متفائل؟ شايف الأجواء إزاي قبل مباراة السوبر؟ لا ان شاء الله خير والله، اللعيبه مركزه جدا والنهارده سافروا الحمد لله وصلوا بالسلامه واتمرنوا اول تمرينه وفي حاله تركيز عاليه جدا، فان شاء الله ربنا يكرمنا بقى ونعدي لسه الماتش الاول وبعد كده نفكر بالماتش اللي بعده باذن الله. النهارده كان عندنا خبر مفرح لينا جميعا، ومشكله ازمه القيد وفك القيد ودفع مستحقات اتشيم بونج. شفت الموضوع ده ازاي؟ واحكي لنا كواليسه بعد اذنك. هو الموضوع كان معروف ان هو ميعاد اتشيم بونج كان المفروض في اول اسبوع في اكتوبر، يعني هو المفروض كده اتاخر اسبوع كمان لغايه ما وصل، يعني او احنا المفروض كان وقف القيد يجي من اول 10 ايام في اكتوبر، لكن المجلس شايف ان هو يعني يتم سداد المبلغ الاتشيم بونج ويتم رفع القيد تحسبا لاحتياجنا لاي صفقات قبل يوم 25. حضرتك شايف ان دي محطه يعني لسه بقى باتشيكو ربنا يسهل من هنا لاخر الشهر ما نظهرش حاجه يعني. طب عايزين نطمن، هل الفترة القادمة هل في يعني نزاعات مع الفيفا تاني في مشاكل تانية؟ باتشيكو موضوعه خلص لسه؟ يعني احنا كل شوية بنتفاجئ فعايزين نطمن. هو المفروض ان فاضل باتشيكو وفاضل فرجاني ساسي بس لسه في بداية مراحل التقاضي، يعني كان باتشيكو هو المفروض اللي قرب من المرحلة الأخيرة. هو كان طالب بمستحقات العقد كله وهو اتحكم له بمستحقات الفترة اللي كان قضاها بس ولم يتقاضاها. واحنا طعنا في الحكم وهو طعن في الحكم، فالمفروض في انتظار الحكم النهائي لباتشيكو. فرجاني ساسي لسه شويه يعني مش يعني لسه في بدايات المراحل التقاضي. صحينا من النوم لقينا اكبر قلعه رياضيه في مصر مكتوب على تيشيرت نادي الزمالك، دي حاجه فرحت جمهور نادي الزمالك جدا وكانت خطوه كويسه، انبسطنا وحسسنا ان احنا بنعزز وبناكد انه فعلا نادينا اكبر قلعه رياضيه في مصر. عايز اعرف تعليق حضرتك. هو مفيش شك طبعا من يعني قبل كده قلناها كتير، اي حد من حقه يشوف نادي اكبر نادي في الدنيا وهو الزمالك يستحق كده، هو فعلا اكبر قلعه رياضيه في مصر، يكفي الظروف اللي عدى بيها وما تاثرش الحمد لله وفضل نادي بطولات وحقق بطولات كبيره في عز الازمات اللي كان فيها، فاكيد ان هو يستحق اللقب يعني بجداره، وهو يمكن الجدل اللي حصل حوالين اللقب نفسه هو اللي خلى اللقب ده يتثبت او السلوجن نفسه او كشعار بقى ثابت مع الناس وبدا يتحط على التيشيرت وممكن يتحط على كهاشتاج كمان على صفحة النادي الصفحة الرسمية وكده. والموضوع خد أكبر من حجمه، يعني ما أعرفش ليه الناس مركزة في موضوع السلوجن نفسه، كل الأندية بتسمي نفسها أو بتسمي المشجعين بيختاروا اسم اللي هم عايزينه، ما فيش حد من حقه يعترض على قناعة حد معين يعني. طيب ذات أو الشركة الجديدة اللي بتعاقد معاها نادي الزمالك عشان لبس وكل ملابس الفرق الرياضية، عرفنا ان في الديزاين بتاع الموسم الجديد كله هيبقى اول مباراه ليه مباراه سوبر مصر، محتاجين تاكيد المعلومه، وهل فعلا نادي الزمالك استلم ولا لسه؟ والله المفروض، يمكن موضوع الملف ده مع كابتن عبد الواحد السيد ومع استاذ احمد خالد حسنين عضو مجلس الاداره، المفروض ان يكون دي البدايه، وان شاء الله حتى يعني لو يعني كبدايه بس، لكن مع بدايه الموسم هيكون كل التصميمات ان شاء الله نزلت كلها بالكامل سواء الطقم الاساسي او الطقم الاحتياطي. رسالتك اخيرا لجمهور نادي الزمالك وايضا لاعبي نادي الزمالك. الجمهور طبعا عايز اقول له طبعا اعظم جمهور في الكون، وان شاء الله ربنا يعني هيحقق لهم النصر مره تانية كمان باذن الله وهيفرحوا تاني، والفريق اعتقد انهم مركزين جدا ومش بيتاثروا باي مؤثرات خارجيه، وان شاء الله خير ربنا يكرم بقى ويرجعوا بالكاس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وبشكر حضرتك جزيلا استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي ربنا لنادي الزمالك، كلام مهم ويعني كنا عايزين نعرف منه تفاصيل المواضيع دي، وطلعنا بكام حاجه مهمين جدا اهمهم هو فك قيد نادي الزمالك، وكنا عارفين وكانت فلوس اتشيم بونج تقريبا تدفع اول الشهر، يعني اتاخرت حوالي 15 يوم، ليه علاقه بالتحويلات و يعني توقيت التحويلات، ولكن الحمد لله مفيش اي مشاكل، عشان لو كان نادي الزمالك محتاج يعمل قيد للاعبين فيما معناه ان ممكن لسه ميركاتو نادي الزمالك الصيفي لم ينتهي بعد.